السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل أكلة سمك مشوي، ولا بدك تعملي مقلي؟ نعمل أكلة سمك مشوي إن شاء الله بإذن الله. وهذا هن السمكات مثل ما شايفين، ما شاء الله سمكة كبيرة بتطلع على مش ما بعرف يعني شيء، يمكن كيلو ما شاء الله، ما شاء الله أقل شوي. على كل هذا هو السمك ما شاء الله، كان شكله جميل ان شاء الله باذن الله. راح تنظفوا الحشي هلا، نصور شوي على طريقه التنظيف وبنشوف كيف الحشي بتعمل. تفضلي يا حشي، تفضلي. هلا شوف عملية التنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول سمكة حتتنظف طبعا هون بقلب المجلى. بسم الله، عن طريقة التنظيف الطبيعية طبعا، شيء زيادة. إن شاء الله بإذن الله. هو هذا السمك كمان يعني طريقة تنظيف الجلد تبعه يعني شوي قاسية، يعني لأنه يمكن لانه كبير او هو نوع السمك هيك، ما بعرف. هذه الشغله ما بعرف فيها انا، بس انا اللي بعرفه اني عم اصور اكله سمك وطريقه تنظيفها. اول شيء نشوف هلا كيف، ان شاء الله. بس الحلو بهالسمك انه الحسك اللي فيه، الحسك مش كثير يعني الحسك تبعه ببين يعني كبير شوي، مش زي السمك الصغير اللي بيبقى الحسك عنده كتير كتير مخفي وبعلق بالسلعيم المهم هذه هي طريقة أول شيء تنظيف شو اسمه، تنظيف هذه طريقة تنظيف الجلد. وهلا تم تغسيلها و حتقص الحجم. اول شيء الدنب طبعا، هذا ما بضل بينقص، والاشياء التانية كل شيء فيه يعني حينقص ان شاء الله. ريحة السمك طبعا ريحته منه يعني ريحة سمك اللي فيها بتبقى فيها زنخة، لا هذا ريحة السمك هذا يقولوا له انجلي يعني، يعني بتبقى مش ما بتضايقك يعني انت وعم انت وعم تتنفس. طبعا هلا عملية فتح شيء، ايوه شيء يقص حسب طبعا مشان لانه في عندها جذوع تحت، في كثير ناس ما بتعرف انه هيدي الشقفه اللي جلتها الحجه هلا فيها جذوع لجوا. شايف كيف طلعت الجذوع كلها من قلب الراس من جوا هيك. عملية التنظيف هيدي لازم تتم بهالطريقة هيدي، لأنه هيدي الجذوع من يعني عملية شال النصران. النصران الأعور والنصران كل شيء من جوا يعني، إن شاء الله.
وهالطريقة هي نتم عملية التسمية. بنرجع منصور على التتبيل والأشياء الثانية. السلام عليكم من جديد. هلأ السمكات تنظفوا وتشرحوا طبعا تشريحات مشان نشوى من برا ومن جوا عشان ما يضل في شيء ني. ومعنا هون كزبرة خضراء وتوم وقطع من من الليمون الحامض. ايوه ودي الكزبرة الخضراء عشان اللي يسمع اللي في بالي يعرف ان دي كزبرة كزبرة خضراء. وهون ملح وكاري بابريكا سبع بهارات وتوم وكزبرة يبسي. ماشي. وهلا ان شاء الله حتتم عملية التبهير. بيجي لأنا نهان يلا مشان حد بهريون وين بهرون دغري هون حتحطهم دغري هون والتبهير حيصير هون. وهذا الورق ورق الفرن هذا ورق مخصص للفرن طبعا كل ست بيت بتعرف هذا الكلام. اهلا بكم. طبعا على الشواء حيشرب كله من التتبيله طبعا اكيد عشان هيك يعني التتبيله. انا عارف انه في كتير ناس عامله هذه الاكله بس احنا قلنا بنصور وبنشوف شو بيطلع منه الفيديو وان شاء الله باذن الله نكون على كيفكم. وهذه التانية طبعا الواحد خلط التتبيلة مع بعضها وبعدين صار يحط ال يا سلام ريحة جميلة جدا ريحة التوابل طبعا. وهلا السمكة الثالثة ان شاء الله باذن الله. احنا ثلاث اشخاص بالبيت هون يعني انا والحجة وابني خالد. اكثر من هيك ما بدنا يعني سمكة واحدة بكفي لانه كتير من الفوسفور كمان بيبقى يعني بيكون كتير على الجسم طبعا بالاخص انه نحن يعني عم نعمل نظام غذاء خاص عشان الدييت يعني. وانا الحمد لله رب العالمين يعني شلت من وزني تقريبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هلا تقريبا في 15 كيلو خلال شهرين الحمد لله رب العالمين. طبعا نظام غذاء نظام غذائي معين اكيد خضار يعني بدل الخبز اللي زمان كمان ما اكلت الخبز نظام غذائي يعني خضار خبز لا اكيد لا كعك ممكن كعك اللي هو الناشف اللي هو ما عنده سكر ما عليه سكر يعني الكعك اللي بيكلوه مع الحليب مع الشاي هالاشياء يعني الحليب كمان عم نشرب حليب طبعا بس مش كتير. وهلا بنرجع من صور لما بتطلع الاكله من الفرن. السلام عليكم. هلا رجعنا تاني من جديد. وهذا السمك هيك شكله جميل جدا وعملنا طبعا البطاطا جنبه وهذا الثوم طبعا ما حطينا معه يعني لبن
زبادي او شيء ثاني مشان الدقيق طبعا. وهذا الباذنجان. على فكره البطاطا هيدي مسحوب منها النشويات، يعني هيدي بطاطا مسحوبه، يعني انا بنجيبها خالصه باكياس بطاطا مسحوبه. وهذا هو الاكل. هذا الف هناء وشفاء طبعا، كله تمام. الف هناء وشفاء على قلبكم.